طب والحلقة هتتقضى كده؟ يلا. يعني الواحد مش عارف إحساس المكسب يكون كسبان أربعة، مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة. أربعة ولا أربعة؟ وغريمك التقليدي، أيوه هو ده، هو ده يضرب غطس ويختفي اختفاء رهيب. انت فين يا عز؟ انا مش موجود من امبارح للنهارده، مش موجود تماما. ليه؟ هي دي روح الرياضيه؟ مش الكوره مكسب وخساره؟ بعدين احنا متفقين انك هتاكل على وشك، وقايل لك قبليها انك هتاكل على وشك، يبقى لما اقول حاجه كلامي يتسمع. ليه بقى نقعد نهبص في الكلام ونعمل بقى كده ونعمل كده؟ هو انا اتكلمت ولا ما ظهرتش؟ اختار لك واحده من الاثنين بس. ليه بقى الكلام ده؟ تعالى لي هنا اتكلم للكاميرا. بعدين يقعد يلبس لي النضاره بتاعت الشيخ حسني وفرحان لي قوي بباريس سان جيرمان ومنفوخ قوي، منفوخ كده زي الديك الرومي. تعالى لي حبيبي وانا لسه بقول يا هادي، بص يا وش يا وش كده، ماشي كده على ميلي كده، لعيبه لسه صغيره في السن ومدرب لسه جايبينه في نص الموسم بعد ما اتغار علينا 30 40 مدرب، وتروقوا اتروق علقه كوره، علقه كوره اللي دخل منهم اربعه واللي ما دخلش قدهم، هنقول ايه؟ بس عايز اقول لك على حاجه يا عمر، ها هي دي ميزه انك لما تقدر ها تحفي، يعني عشان برضه تسيب له كده اللي هو عارف انت الحته اللي هي بتاعت ايه، يقول لك حفظ ماء الوجه، عارف؟ فيلاقي بص عيني مش قاد، مش لا يفتح بقه، طب هو يضحك ولا ما يضحكش ولا يعمل ايه؟ فطبعا البقاء لله، وربنا يعني يصبركم ان شاء الله باذن الله، وانا بتمنى لك كل توفيق. ما تقعدش بقى تهبص بقى وتقول لي طب فكرني كده انت كام في الدوري؟ طب فكرني كده انا في الصداره وانت فين؟ ما فيش انت حصل لك حاجه ولا ايه؟ مش هقول اي حاجه من الكلام ده، انا ما كنتش هقول اي حاجه من الكلام بس عشان بس نبقى متفقين. انا ما كل شويه ما كنتش هقول اي حاجه، حاطط لي صوره ميسي في قلب البتاع، وحاطط لي صوره ما اعرفش مين في قلب ما اعرفش ايه، وعامل لي فيها ايوه بص 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 يا خبر، بص المزيكا، بص المزيكا، بص كل جون بيصفر لوحده. سامع سامع صوت، بص اربعه بكل الاشكال من كل الزوايا. سلام جميل. إذا كنت برشلوني فمن حقك أن تبتسم للحياة، فدي حاجة عظيمة. في أربعة من زاوية تانية يا جماعة ولا كده خلاص الأربعات خلصت؟ طب ابقوا فكرونا بيها وإحنا شغالين في وسط الحلقة برضو عشان خاطر إيه يعني يبقى كده ولا كده.